علاقة وطيدة ومستمرة، لأن قدم التاريخ وبتتجدد دايما، ويمكن في وجود برضو كل كباتن، عشان بس من كل كباتن ورئاسات النادي الأهلي مع رئاسات النادي العرب العلاقات وطيدة وقوية دايما يعني، وتمتاز بأنها علاقات جيدة وأكثر بممتازة. كابتن خطيب وقيمته قامة رياضية كبيرة بغض النظر عن رئاسة النادي الأهلي، فهو برضو قامة رياضية كبيرة لها احترامها ولها مكانتها. ما ننكرش المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس الشركة له معزة خاصة مع الكابتن الخطيب، ويمكن المفاوضات برضو مش عايزين نقول انها خدت وقت او اتأخرت، يمكن بس هي ظروف المشاكل اللي بتشغل الطرفين في الوقت نفسه، احساسنا ان الوقت لسه بدري. يعني خلي بالك ان انت النهاردة بتتكلم على انتقال هيتم لسه مع نهاية الموسم، فما كانش فيه عجالة، لكن كانت كل المباحثات اللي تمت سواء مع كابتن امير توفيق او مع الكابتن عادل القيت تتسم طبعا بالحب والود وشبه يعني منتهية، لكن الرطوش الاخيرة دايما الكبار هم يخلصوها وخلص الموضوع، ما حدش يفتكر انه خد وقت، لا ده هي بس احنا كنا يبقى ما كانش فيه عجله. كابتن خطيب كان مسافر، كابتن محسن مهندس محسن مسافر، الا نلتقوا والموضوع انتهى طبعا في احسن صور، وان شاء الله ونتمنى بس التوفيق لله باذن الله. طار محب لنادي الاهلي، واعتقد النادي الاهلي ان شاء الله هيكون بوابه ليه، حتى لو عايز يحترف يكون بوابه كبيره للاحتراف. طار مسته، ودي نقطة مهمة جدا أو من أهم مميزاته، يمكن أنا دايما بقول الموهبة مش كل شيء ولكن العقل، وبالتالي طاهر يمتاز بهذا الخلق. يكفي برضه عشان الناس اللي كانت عمالة تتكلم وتعمل وتقول لحد امبارح بعد ما تمت المفاوضات طاهر بتكلمش مع النادي الأهلي إلا لما جبته قلت له خلاص روح، وكان كلك حتى لما اتصلوا بوالده في خلال الفترة دي عشان مش عارفين طار مش عارفينه في التدريب، كان رد الراجل المحترم قال لهم ايه؟ قال لهم مش حابب روح عندكم الا لما يكلم المهندس محمد علي. اقول لهم احنا قال لهم معلش، وانا عارف ان الاهلي لم يتحدث مع طارق الا بعد، يمكن خد موافقته وده شيء طبيعي يعني، لكن حديث وهتعمل عقود كلام يتم الا امبارح مساء، يمكن الساعة 11 12 بالليل لأنه مخلص تدريب هنا الساعة 7:30 8. عقلية محترمة جدا، دؤوبة، هادي جدا، ما فيش شك إنه ابن النادي من عنده 13 سنة وأقل، يمكن تداول عليه كمدربين كل مدربين النادي معظمهم في قطاع الناشئين، كان من ضمنهم كابتن يورا مش موجود حاليا، لكن كل الموجودين من مدربين حاليا كلهم، بس انا مش عايز اقول اسماء لانسى، لكن اكيد كلهم لانه كان في قطاع الناشئين فاكيد مر على الكلام ده كله. طار ما سابش النادي خالص غير سنه اللي راح فيها فرنسا، ودي كانت برضو تشجيع مننا وليه لما جاله فرنسا، ساكن النادي درجه مش الدوري الممتاز هناك، الدرجه اللي بعديها، وكان طبعا تشجيعنا ليهم. وبالعكس مش عايز اقول لك النادي ما كانش يبحث عن فلوس قد ما يبحث ان اللاعب يلاقي فرصه، ففعلا طلع، ولكن النادي نفسه اللي هبط، فطار قال لهم لا مش هقدر اكمل معاكم، وكلمناه ورجع تاني واستمر. استمر طبعا مع الفريق الاول، طار بيلعب بقاله، انا راجع بشفع كوره بقاله 4 سنين، طار موجود في الفرقه يمكن عنده 16 17 سنه في المنتخب الأولمبي، قبل كده كان في كل المنتخبات اللي راحها استدعوه في المنتخب الأول بس كانت ظروف إصابته الحقيقة، فهو إن شاء الله يكون يعني الأهلي خير عليه وهو خير على الأهلي، ويكون موفق بإذن الله، ونتمنى له التوفيق وللنادي الأهلي التوفيق.